أقامت محافظة بورسعيد احتفالية كبرى بميدان الشهداء بحديقة المسلة، ذلك في ذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، حيث شهدت الاحتفالية حضورا جماهيريا كبيرا، وحرص المواطنون على اصطحاب أطفالهم وحمل أعلام مصر. وتضمن الحفل إذاعة الأغاني الوطنية وعروضا غنائية استعراضية للأطفال وباقة من الأغاني التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية، وذلك في ميدان الشهداء بحديقة المسلة بورسعيد.